لازم تاخد ابري. وقعت وما حدا سمع لي. لا بتقبلها. تعال اقول لك. والله يديك الشال يا اسطى. خلاص صار سفلي حق البوظة. بلعت بس شفنا البابا حقل شوي شوي. نحسن وقت بابا البوظة. أنا بفلسكة نسوي كبير هيك. أوه يا بي دينيز شو عم تعمل؟ شو هاد؟ شو عم تأكل؟ بوزة؟ مين جاب لك يا هون؟ ليك تهدى طبخة جيتي. شريت لحالك بدون ما تخبرني؟ لك يا ماما لسه ما صار صيف، ما صار صيف، كيف تقم تاكل بوزة؟ هلا بتمرض. لا صار صيف نزلوا بوزة بالباركة. وإذا نزلوا بوزة يعني إذا نزلوا بوزة خلص صار فينا ناكل؟ أنت اشتهية. ماشي يا ويلك تقلي عم يوجعني حلقي أو بطني يا ويلك. لا بصل اشتهي. إيه ماشي لنشوف، كلها لشوف. ما خلص أصل اشتهي. طيب البوزة. روح عبد الله اصل شي. خلي حلي صار وجعلي. حلقي. بطلي. بابا تعقي. اخيرك بابا تعقي. حلقي. شبك ماما شبك؟ ليش عم تصيح لي؟ شوفي شبك يا عمري. حلقتي وجعلي. اكلتها للبوزة خلصتها؟ هي من البوزة يا فهمان. أنا قلت لك لا تاكلها، توجع لك حلقك لأنه لسه الدنيا برد، ما وقت بوزة. بابا كثير جوع أساوي. لمسني حرارتك؟ حرارتك مرتفعة كثير. يا رب دخيلك، لازم نروح الدكتور. راح أتصل على الدكتور آخذ موعد. الله يصلحك. بس قلت لك لا تاكل بوزة هلا. بابا كثير جوع. دق إلى الدكتور. ماشي راح دق آخذ موعد. يا عمري صار وشك احمر من الحراره، هي نار. قوم يلا صار موعد الدكتور. قوم خليني اهل حقك الدكتور. قوم يلا هات ايدك يا عمري. يلا ماما هي وصلنا على الدكتور. دق الباب. ما في حدا. يلا استنى لا يفتح لنا. ليش عم تدق الباب هو؟ دكتور نحن اخذين موعد هلا الساعة 2 وصار دورنا. قلت لكم فوتوا شيء؟ لا بس عم نخبرك يعني. انت عم تزروا. يا شو هالدكتور هاد؟ يلا عود نستنى، شو بدنا نساوي؟ امنا لله، شو هالمعاملة هاي؟ يا عمري حرارتك كثير مرتفعة، يخرب بيته هالدكتور. يا الله صرنا نص ساعة يعني ما حاجته؟ قوم ماما قوم ندق عليه. دق ماما دق. ليش عم تطبش على الباب؟ صار لساست الله. عم بلعب عندي شغل. لك يا دكتور الولد ما كتير مرضان، حرارته مرتفعة لمسه. استنوا شوي. حرام عليك. فاكرة بس ابنك مرضان؟ حرام بس كتير موجوع، حرقان من جوع وحرارته مرتفعة. ليش هيك انتو؟ استنوا عملكم، استني دورك متك مثل العالم. عندي شغل أنا ماني فاضي. يلا بس صح لكم تفوتوا. شو بيعرفني يا الله؟ شو بدنا نتحمله؟ يلا تحملنا هالنص ساعة، خلينا نتحمل كمان شوي. عود ماما استنى. كتر خير وحاطط كراسي، زي واحد استنى. بابا لك تتعب. يا عمري اي والله وشك صار أحمر، يخرب بيته بس يشوف وشك، طلع وشك. شو دكتور؟ صار دورنا؟ لسه ما صار دوركم؟ ما بتفهم الحكي كم مرة بدلكم؟ صار 5 مرات سالين. طيب امتى دورنا؟ استنوا بس اسخن لنا شوي. استنوا ضيق عندي شغل. عم نستنى. شو هالمرضى هدول؟ بيخلوا واحد يعرف ايش بكاس بتي. شو هالمرضى هدول؟ شو دقائق انتوا؟ ما حدا مرض غيره. يا دنيز يا روحي. مريض دنيز. نحن نفوت. تفضلوا.
سكر الباب ورا. اي حاضر. بشوف تعا تعا ماما تعا. شو اسمك انت؟ اسمي دليز. شو الاسم هذا؟ ما حلو. طيب يا دكتور شو بدك باسمه هلا؟ فحصه فحصه. عود ليش هيك واقف مثل الاسطيجة؟ عود يلا تسطح وكشف عن بطنك لنشوف. ابرد شو هلا بدي افحصك؟ لسه مو هلا وقت الابره. بتدخل بشغلي؟ ماما انا خايفه بدك تا. لا لا تخاف حبيبي يلا هلا بيفحصك وبيعطيك دواء وبتطيب ان شاء الله. شو عم يجوعك بشغلي؟ ورايح القي بطلي. شو اكل ابنك رح تعمل جوع حلو؟ والله يا دكتور اكل بوظه. هلا عم ياكل بوظه؟ وفوق مرضان وعينه متبكبك. دكتور ولد شو بدنا نساوي يعني؟ انت شو عم تساوي؟ ما بتعرف تديري بالك على ابنك؟ وانتم عم تديروا بالكم على اولادكم رح نضل على الجون. تجوا بتنقوا. والله حرارتك مرتفعة. ولا عم يوجعك شيء؟ ايه. هون. طيب. افتح لك لشوف. هلا ملتهب هاد. لازم ياخذ 12 ابرة. شو 12 ابرة؟ لهي الدرجة ملتهب؟ ايه بكثير ملتهب. ايه. يا ماما ملتهب الحبابة. شو حبابة ما حبابة ما عندنا هون هاد مرة. يلا قوم جهز حالك الابرة. لك تعال ماما وين رحت؟ تعال تعال تعال. ماما دينيس. لك أم لازم تاخد إبرة ما بصير. لا أنا إبرة لا. ماما ما بصير. يلا لك الدكتور عم يستنانا هلا ببطل يعالجك قوم. والله تعبني هالولد. وين راح؟ وين ابنك؟ لك هون يا دكتور تحت الكرسي خايفان. دير بالك عليه شوي شوي. طلع لك. طلع. لا بدي إبرة بدي إبرة. على كيفك تعال هون لك تعال قوم. فكر حالك عم تهرب. شو دكتور مش الحال؟ يلا تذكر في الثاني دقيقة بس. شوي شوي عليه يا دكتور حرام. حرام دكتور. مش الحاله. تعبني ابنك كثير مشاغب. هلا رح اكتب لك على راشدتا. ايه. نوعين شراب وحب. ايه دكتور. هاد مرتين باليوم. شو هالدواء هاد دكتور؟ هاد دواء مشان السعلي. شو عم تسوي هون؟ قوم يلا خلص حاجتك. قوم شو ما عندي غيرك يلا قوم يلا يلا ماما تعا تعا يلا ماما يلا حبيبي. ليش عم تدفشوا الولد؟ ليش عم تدفشوا؟ ما شايفه مرضان؟ شو هالدكتور هاد؟ انت دكتور انت؟ يلا روحوا روحوا خلصوني بقى صاركم ساعة. تعا تعا ماما شو هالدكتور هاد؟ انت دكتور شريك. شو قلتوا لك؟ يلا ماشي مشي ماما مشي. هالدكاترة اخر زمن. شو المرضى هدول ما بينطقوا؟ لكيف دق الشد يلا الشدة خسرني يا هالولد هاد لبكني شقد بقره أمه. شو يا ماما دينيز ما ارتحت شوي؟ لا بابا لسه تعبان. يا عمري انت تعال اشربك الدواء اللي اعطاك يا الدكتور بركي بترتاح شوي. يا عمري انت دبت دبت انت على هالمرضى يا روحي. يلا ان شاء الله على الدواء بتطيب يا عمري. بابا بابا فيه بابا. شوفي حبيبي شوفي خير شوفي ليش فايق بكير؟ بابا لك كتير تعبان. يا عمري لمستي حرارتك؟ كتير نار. ما ارتحت يا ماما؟ ارتحت وخدي لك دكتور. يا عمري انت مشي مشي نحكي الدكتور روح لعنده روح. اما ما تاخدي هذا الدكتور. يا ماما شو بدنا نساوي؟ هلا عنا معاينة عنده مضطرين نروح لعنده. معلش حبيبي تحمل يا عمري. معلش هي شوي منروح بيعطينا دواء منرجع تمام؟ حاضر. طيب يلا مشي يا ماما. يلا ماما دق الباب حبيبي. طبال فوت ماما. السلام عليكم دكتور. يعطيك العافية دكتور. ألو دكتور. ايه حكيت لك شبكة شبكة
هيك يا دكتور عنا موعد عندك معاينة. بدي ادي بس خلص ابدأ يلا. الولد كتير تعبان. خليه اروح غيره. ما فينا نروح غيره عنا معاينة عنده مضطرين نتحمله. شبكم بحطوا دقيقة خليني خلص ابدأ بقى. يا دكتور الولد كتير مرضان. خلص دقيقة دقيقة. كتير كتير تعبان الولد. خلصنا بنتو بالله النهار تفضلي. تفضلي شوفي. شلون عم تشغل سيكارة والولد مرضان؟ دقيتولي خلي بقى شفتكم؟ حلقه ملتهب هلا بلتهب بزيادة طفيه لو سمحت. شبك انت ولا أرد؟ ما هيك مرة جيت لعندي أرد أكبري؟ بلا طبي. ليش عم تعيطوا لك؟ من لا قدام تفتح حلقك تعيط لهيك ملتهب. خفف عياط. خفف السيارة لا تطلي. ولك؟ ولد وقح. ما هيك مرة جيت تعطيكم دواء؟ شو القصة؟ سيرة؟ ما طب ما طب. معنا شغل نحنا؟ ما طب لمس حرارته شوف قديش مرتفعة. ما في شيء. بعدين مين فوتكم؟ طلعوا صاروا دوركم برا يلا يلا. ما في حدا طيب ما في غيرنا. معلش في دور لازم تستنوه ما بصير هيك تفوتوا. يلا اطلعنا برا. تعال ماما تعال نستنى برا. هات السجارة نشوف. تعال نستنى. عود ماما تفضل نستنى. يا عمري يا دميزة غفي رح قوم شوف شو صار معه هاد. يا الله صرنا 5 ساعات ناطرينه. ماما دنيز دنيز خليك نايم شوي رح شوف شو صار معه هذا واجي. ما حدا مرد رح افتح الباب خلاص. نايم هاد نحن عم نستناه برا ونايم. يا دكتور يا محترم يا دكتور. لك شوفي شكر شو نسيتنا في مرضى عندك. فدي الساعة 5 حدا بيجي عند حدا الساعة 5 صرنا من الصبح. نحن اجينا الصبح بدنا ننطروا برا ولهلا ناطرين. ايه شو ساوي لك يعني؟ خلاص يلا انا بشوفك يلا مزيا. لك شو بك ولاد؟ ها تركتي ولاد؟ تستاهل تستاهل. انت ما لازم تكون دكتور انت. تركها تركها ماما. قوم قوم نشتكي للشرطة عليه. قوم قوم لك والله يشتكي الشرطة. خرب بيتك من بيت الدكاترة. هيك هيك بتعامل زباينك؟ هيك بتعامل المرضى؟ مرضى اخر زمان. روحوا وديك مرضى. لك تركني لك تركني. خلاص خلاص ماما خلاص خلاص تركهم. روحوا يلا بلطوا البحر. روحي بقى خلاص حاجة تدري. يلا روحوا لك. رجعتي لي راسي انت يا ابنك. مشي يا ماما حبيبي يا روحي. انا بطريق يلا. مشي 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 هذا مجنون. مشي 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 مشي. انا بروح لك طعم. فايديك لفوق لشوف. شوفي 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 ليش هي لاندي انتو؟ ايش شكوى عليك؟ عم تعمل مرضى بشكل سيء وعم دخن بالايادي كمان؟ مين قلتوا ليك؟ خربيتوا هاد ولد ومشاغب امه عن جد اشتكوا علي؟ يلا قوم مشي معنا بلا كثر حكي. طب بس خلوني كفي لعبة الشدة. تعالوا هون كفية عنا. اخ شو سويت انا بحالي؟ ومثل ما شفتوا هيك تخلصنا من الدكتور الشرير. طبعا هذا الفيديو للمزح فقط. شو رأيكم انتم بالدكتور الشرير؟ اكتبوا لنا بالتعليقات اذا مر عليكم شي مرة دكتور شرير. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة. باي 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 باي. اليوتيوب راح يقترح لكم فيديوهين كتير حلوين من قناتنا تفرجوا عليهم. اكتبوا لنا تعليقاتكم لا تنسوا تحطوا لايك للفيديوهات. نحبكم كتير.